ستة ابتدائي. ايه الخضرة اللي انت عاوزاها؟ ماشي يا مصطفى، انت هتروح فين كده؟ رايح اجيب لك بقى الحاجة التانية. طب تعالى اقول لك على الحاجة الأول. بص بقى، احنا كده لسه هنقول ايه يا فتاح يا عليم. أول كده ما تقوم من النوم الصبح وتيجي كده على السبوبة بتاعتك اللي انت هتبيعها، تقول ايه؟ يا فتاح يا عليم، يا رزاق يا كريم، فتحنا بابك يا كريم يلي ما عليك ايه بواب، ارزقنا من حيث ما تعلم ولا تقفل في وشنا الباب. ماشي، يلا هات الحاجة وتعالى لي قبل ما اخلص. متأخرش. عشان ماما حبيبتي وبحبها وبيحترمني، وزي ما بتساعدني في المذاكرة انا بساعدها في الشغل. السلام عليكم. فين مصطفى؟ مصطفى تعبانه النهارده، وانا جيت النهارده قلت اساعد مصطفى شويه كده، يعني لازم نقف جنب بعضينا. عارف الست غاليه بتاعت المذيع؟ اه بتاعت الاكله الشعبيه، وما فيش احسن من الاكله الشعبيه بتاع النهارده. عايزين نفطر بقى. عاوز تاكل ايه؟ قول. عندك بطاطس وطعميه سخنه في الفنجان، لا جيبيها، في مسقعه، في بطاطس مهروسه. ماشي، اعملي بطاطس وطعميه. لا لا درش، لو حد هنا عادي ممكن استحمل وعادي، انا ردك الصغير. عايزين ناكل عيد ماما. ما فين امك يا استاذ؟ تعبانه والست غاليه واقفه مكانها اهو. نعمل لك احلى عيد قبل بيض النهار. ماشي. ثلاث بيضات اهو. ثلاث بيضات؟ ثلاث بيضات. عاوز تعملهم كام قرص؟ قرصين ولا قرص واحد كبير؟ قرص واحد كبير. قرص واحد كبير؟ ماشي يا عم. احنا كده نيجي ناكل كل يوم. توصى بقى نيجي ناكل كل يوم. توصى بيك على الاخر. توصى بيك. يلا يا عم. شكرا. استناك ولا ايه؟ ايه؟ تاكل؟ اه ناكل، هنعمل عجايه وبتاع. هنعمل له عجه دلوقتي. الست غالية جت وقفت معايا النهارده وشالت عني شوية. بابا انت عمية مصطفى، انت عمية واحد بطاطس، انت عمية هتقول لهم عم من فلفل يا مصطفى. لا لا هات، انا وديهم لعم حنف وخد بالك انت من الفرش. ماشي. طبعا كل عم حنف سندوتشات ايه؟ مع الطعميه وبطاطس والبتنجان وزي الفل. وبعدين يا عم حنف 100 مره اقول لك يا عم ادي كده فرشه كده للمحل. قعدت اجيب والله انت صدوره تحمي زيتك ورش وتعلم مين يخش. قعدت اجيب والله، الواد جاي دلوقتي هيشتغل. طب يلا الله يسهل لك ويصلح لك الحال. اي خدمه. انا كل ممكن ما اجيبش ايديا المره دي، بس في اللسان التاني بتاعتي عندي حاجه تاني لماما، وهدية اخر السنه، الشهاده بتاعت اخر السنه. تعبانه النهارده والله، واحنا النهارده قلنا ان نيجي نمشي السبوبه يعني عشان الموضوع. السلام السلام يا بالله عليك. الله يسلمك. تسلم بيك. الله يخليك. بس امسك كده. ادي 30 55 56 57 58 تمام؟ طب بقى هم بقى حلم، عشان انا النهارده عندي حلقه، لو ما عنديش حلقه كنت فضلت معاك لاخر النهار، بس الحمد لله يعني السبوبه خلصت. طب عليهم كويس وتبوظ لامك قبل ما بعد عليها بالليل. ماشي؟ خد بالك من الفرش. يلا سلام. اعمل لي سندوتش طعميه على الفرش.